أخيرا افتتاح أول فندق للقطط في السعودية، وهذا هو المكان من برا. خلينا نخش ناخذ لفة على المكان. طبعا الدخول فقط للقطط. خلينا ندق الجرس عشان ندخل. شكرا. يقول لكم يا جماعة لازم تلبسوا زي هذه في رجلكم علشان لا توسخوا المكان والقطط تجلس نظيفة. ولبسنا يا جماعة الكفر وحندخل نشوف المكان من جوا. الله الله. وكمان عندهم خدمات للقصقصة وترويش القطط. ويشتغلوا طبعا كله بدون تخدير، كل شيء موجود عندهم، حتى فندق علاجية موجود. يا سلام يا سلام على الدلع يا سلام.